وتابع العميد منصور الأكحلي إن الأجهزة الأمنية نفذت الحملة لملاحقة مطلوبين وحددتهم بالاسم، لكنها قوبلت بمقاومة من قبل من وصفتهم بميليشيا أبي العباس الخارجة عن القانون. قررنا كلجنة أمنية وكقائد الحملة الأمنية متابعة المطلوبين بعد الاستئذان من الأخ محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية، إلا أن الأخ المحافظ كان له رأيا ربما يكون أقرب للعقلانية والصواب، وهو أن نمنح الكتائب أبي العباس مهلة لمدة 12 ساعة، وبالفعل تم منح كتائب أبي العباس مهلة لمدة 12 ساعة، بدأت من مساء الساعة 8 وانتهت الصباح الساعة 8 صباحا صباح يوم أمس. المسلحي كتائب أبي العباس لم يلتزموا بهذه الهدنة على الإطلاق، وبدأوا بإطلاق النار على أطقم الحملة المتواجدين في قسم الجمهوري وعند مدرسة ثانوية تعز الكبرى، مما أدى إلى جرح أحد الأفراد جرح بليغ. وشدد مدير عام شرطة تعز على أن تعز كلها يجب أن تكون مفتوحة أمام الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن الأمن ماض في بسط نفوذه وانتشاره في كافة أحياء ومربعات المدينة، انطلاقا من مسؤولياته في حماية السكينة العامة وتعزيز الأمن والاستقرار. الأصل أنه لا يوجد زي ما قلنا مربع مغلق، يجب أن تكون المربعات هناك مفتوحة، لا توجد مربعات مفرغة مغلقة، بل يجب أن تفتح هذه المربعات في أي مكان كان أمام الشرطة، سواء كان لملاحقة مطلوبين أو للقيام بالدورية الاعتيادية. إحنا من الأمر الطبيعي أن تقوم الشرطة بإجراء دوريات طبيعية في أمور قد تخل بالأمن والنظام، في أمور قد تخل بالأخلاق العامة، في أمور قد تخل بالسكينة العامة، في أمور قد تخل بالصحة العامة. هذه هي مهام الشرطة، حفظ الأمن والنظام، حفظ السكينة العامة، حفظ الصحة العامة. هذه الأسس الأساسية التي بنيت عليها الشرطة في العالم كله وليس في اليمن فقط.